فرحة جنونية لجنود الجيش الإسرائيلي بمجرد إبلاغهم بمغادرة غزة. ده فيديو عمال ينتشر على مختلف المنصات الاجتماعية لمجموعة جنود من اللواء الخامس وموجودين في غزة. قائدهم حب يبلغهم خبر صار يقلل شوية من التعب النفسي اللي بيواجهوه. القائد قال وسط جنوده: دعونا نبدأ من النهاية. أولاً لن نغادر إلى بيوتنا غداً، بل سنغادر اليوم. وده اللي سبب حالنا من الفرحة الهستيرية اللي كان سببها الإعلان عن مغادرتهم قطاع غزة فوراً. فرحة استغربتها أغلب الحسابات العربية اللي ردت بتعليقات كتيرة، يعني مثلاً زي مايا علقت وقالت: حالة الجيش الإسرائيلي المهزوم نفسياً تكذب كل تهديدات نتنياهو وجالنت. كمان كان في تعليق من أبو ثائر سأل سؤال وقال: بأي جيش هيحرر نتنياهو أسراه من غزة؟